جول جاب جول يشرب تغرب بكيفك. راح فين دلوعة أبوك؟ هو إيه اللي راح فين؟ رايح فين بقول لك؟ هو اللي بيحصل جو. يا لهوي. طب أنا هاخد الحاجة. فين حساب الحاجات دي؟ ما تلحق يا تلف. تهت بالله العظيم ما أنت ماشي من غير ما تفحت الحاجات دي. إيه إيه في إيه؟ روح أنت ما أنت حسابك وصل. ايه مالك خصم خراب بيوتي وما فيش احساس ما عندي سعاد والطاف وغيرها تعال تجيب الفوق حسبت التعاول تسود انت ما تشتمش امي امي احسن من امك امك انت قرده تسود تعال بعد عني ده راجل سباعي كفايه قلت لك الله ايه وانت حيله يلا على ابوك قول له انهم ضربوني ايه ساش كمان تقول له ان خدنا الفلوس اللي في الجرد كلها ابوك هيخرب الدنيا لما يقول له يخرب ولا حاجه ايش حدا مش هيقول له هيخاف سرحان في ايه يا واد مالك ولا حاجه يا رب العروسه لحست مخك يا السلام عليكم يا ابو الحاج عليكم السلام ايش حات قلت له قال لي على ايه على الطلاق انت واد خايب وتستاهل اللي يعملوا فيه بتسكوا بقى يا كرار اسكوا في ايه يا شحت ولا حاجه يابا مفيش حاجه في ايه يا كرار مفيش حاجه يابا لا في اخواته يا ابو الحاج بهدلوه يابا عشان خاطر يابا بلاش تعمل لهم حاجه يابا دول اخواتي بردك يابا يا الحاج يعني انت تاكلوا صار فيكم اللقمه يا اوساخ خير يا حد مالك في ايه عارفين ايش فيه ايه بس ايه طب شحاته ده كداب وعايز يوقعك فينا برا يا نجس منك ليه برا درج الفلوس من النهارده مع شحاته هو اللي هيحاسب وهو اللي هيطلع لكل ناطع منكم مصروفه امسك هات امسك طيب يا شحاته ماشي ثلاثة بالله العظيم ما قلت له حاجة على يد يا جماعة شحاته ما قالش لأبوكوا حاجة أبوكوا عرف من برا هو اللي جاي له جبت لك هدية معايا يابا لو عجبتك ليه عندك طلب جبت ايه يا شحاته جبت لك السيرة على شريط مد يدك يا شحاته هات صورة الرئيس شمال شوية غطي بيها الشرخ بتاع الحيط الشرخ كبير قوي يابا الصورة ما نغطيش كلها يا تغطي اللي تقدر عليه يا سلام الله يا عم جابر تعرف بحب عم جابر ليه؟ ليه يابا؟ عشان بيفكرني بجدك الله يرحم مش على الربابة يا لما بيمسك الربابة كان بيدك جمال كان أجدع رقاص في الصعيد كله أطلب طلب يابا أطلب يا شيخ أمان عليك يابا يعني ترجع درجة فلوس لطالب ميزتك إن قلبك حلو ما يعرفش يكره وعيبك إنك طيب زيادة عن اللزوم ما تخافش عليا يابا أنا برضك وسط إخواتي مش وسط صغر يا أخي بطل ودودة لا ما هو مش هيبطل رط إلا ما خليه يضربنا بالنار عايزين تعرفوا كنت بقول لشحاتة إيه أنا هكتب لشحتة الدكان ادخل وعاد نام لو عرفت ايوه ترى ايه يا طالب انت وسالم وانت تشطر علي انا طب الشطر انتوا خدوا حقكم انا دفعت عن اختي يا اختك بقى ليها ورث في الدكانه كرم اه مش هتبقى مرات شحاته انا كل غرضي اضمن حق شحاته منكم ده انتوا غلان انت يعني يا كرم اللي يطلع قلبك على اخونا اكتر منيني لا يا اخي انا قلبي على اختي اختي اللي طلعت بيها من الدنيا لا اب ولا ام ولا اخ كله راح في السيح وعمر الضف ما يبقى ميه بقى يا تيس حد يعمل عامله زي دي انت عايز العيال تموت بعض شحاته هو اللي هياخد باله من الدكان وهو اللي هيدي اخواته حقهم اما طالب وسالم يستولوا على الدكان ويطردوه بعد موتي بساعتين غدارين زي امهم انت بتاخد بطارك من امهم فيهم يا راجل انت ولا انت خايف تصرح نفسك بانك خايف من الواد كرم الصايع لا يحرم شحاته من بيسه فبتنفذ كلامه بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين يا حجاج صراحة يمكن يكون عندك حق يا دكتور الواد كرم طلع عن طوعي وغلط فيا وانا كبرت وما بقيتش زي زمان خلاص يبقى تدي كل واحد فيهم حقه حسب الشرع هما فين العيال أمر يا دكتور خلاص يا شحات ابسط أبوك رجع في كلامه وحينفذ رغبتك روح بقى فهم إخواتك إنه كان بيهددهم مش أكتر
استغفر الله. اسمع كرم، تسخين عمك حجاج حيقلب على الكل، خليها نايمة أحسن. يعني؟ السلام عليكم. أهلا بدوز أختي، تعالى دم هنا تعالى. بس كده بقينا اتنين اتنين، لو ليكوا شوك بقى في أي حاجة إحنا جاهزين. جاهزين ليه يا كرم؟ أنا جاي عشان أقول لإخواتي إن أبويا كان بيهددهم بس، لا كتب ولا هيكتب لي الدكان. وادي مفتاح درج الفلوس اهه، قال لي رجع الطلب. ايه ايه بيجي كده؟ طيب خرب لي بيوت مردله، مالكش جوازة عندي يا شحات. انسان يا كنت حبيبك وجوز اختك وديلك، مالكش جوازة عندك؟ كل ده عشان الفلوس والورث يا كرم، اخسرت الرجاله يا ولاد. لا يا كرم مالكش حق، اخسرت الرجاله صح. اهو ديك انا عايز يقطعك قبل ما تيجي، ودلوقتي بتحامي له. خبر ايه؟ انت مالك انت يا طلب؟ جواز بالعافيه ولا ايه؟ اخته مش عايز يتجوزها له. هو حر، حر في ماله، حر في نفسه، بس مش حر في ميسه. اختك هتجوزها برضاها غصب عنك، هتجوزها. بنات عندنا ما بتتجوزش الا بموافقه اهاليهم، ولا نسيت اننا صعايده؟ ما تقول الصعايده، مفيش صعايده وقتها يا كرم. انا يا عدني من شويه كان كرم مش حتى انا سايب. شوف يلا قوم يا كرم، قوم روح. ليه كده؟ ليه بواخه؟ او زي ما تقول يعني ما احبش اشرب مع حد غريب. غريب دلوقتي بقيت انا غريب؟ ما تقوم يا فز يا اخي، انت قاعد ليه؟ ليه قوم يلا في ليلتك الطين دي. السلام عليكم يا معلم ضاحي. عليكم السلام يا معلم حجاج. اعمل لي كيلو سمين مشكل. انا يا كيلو سمين يابا، كيلو سمين، جسمك ما عادش يستحمل الحاجات دي. بس يا واد ابوك لسه حديد. اروح اجيب لك اكل يابا؟ ماليش نفس. لو ما اكلتش حاجه همشي. ما تمشي، انت هتذلني. ما قال لك خلاص وليت محيكو بس يا طلب؟ ده اخوك الصغير يا ولدي، لازم تكون حنين عليه. ما الا ما اموت هتعمل ايه؟ بعد الشر عنك يا ابوي. ربنا يهديكم ويخليكم كتفكم في كتف بعض على طول، تخلوا بالكم من شحته. بكره ان شاء الله تقوم بالسلامه وتاخد بالك مننا كلنا ان شاء الله. يلا روحوا وفوتوا لي شحاته. ألف سلام عليك يا عمي. خالص يا شحت، خالص عشان تفتح الدكان الصبح. حاضر. ايه رايحين فين؟ نركبوا. واه واه واه، جاتك منين ده من الغزال دي يا معلم طلب؟ جبتها ميتة. ايه مالكم؟ حتى عربية مستعملة، ما انا شقيان مع ابوك العمر كله. اركبوا. راتك بس ابوك يموت وانا نغنغكم. تف من خشمك يا جاحد. يا اخي ثابت، العمر بعد الله طلب. واه الموت علينا حق يا نجاح، خليهم على الطلب. على الله. الدنيا لحيتها تعب، هي ما شقتني. خلت نبات في العرق لو حشت غلبان. بالا بدنون سكنها شقتني. ان مت لا تتهزم وان عشت غلبانك. يلا بينا يا سالم، زمان القعده اتنصبت. ياكش تنام دلوقتي ابوك يتسرق الفرش. حياه ابوك يا سالم، بكره تاجي بدري. عايز اروح لابوي قبل ما يصحى. دنيا سقتني المرأة.